أحد العلماء هذا يصاب بأزمة قلبية، يذهب إلى الطبيب، طبيب اسم مذكور أيضا في النجف الأشرف. الطبيب يقول أنت تعاني أزمة قلبية، فورا يجب أن تنقل إلى المستشفى ووضعك جدا خطير. هذا العالم يرفض ذلك، يذهب إلى البيت ويتوسل بالإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه وينذر، يقول أيها الإمام الصادق، إذا أنا نجوت من هذه القضية أنذر أن أكتب في فقهكم، فقه أئمة أهل البيت، دورة فقهية كاملة من كتاب الطهارة إلى كتاب الديات. ينام تلك الليلة، يستيقظ في الصباح ويرى أنه ليس هنالك أي أثر لذلك المرض، ومشافى معافى، يروح إلى الطبيب يعرض عليه حالته، الطبيب يفحص هذا العالم، شو أي أثر ماكو؟ فيتعجب الطبيب ويقول ما الذي فعلت؟ يقول أنا رحت إلى باب الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. يقول نعم هذا بالغيب يحل، لكن بالطب لا يحل، هذا حل في الغيب. بعد أن ينجو هذا العالم من هذا المرض يبدأ بكتاب فقهي يكتبه في 30 مجلد من أول كتاب الطهارة إلى آخر كتاب الديات، ويسمي هذا الكتاب بمهذب الأحكام في مسائل الحلال والحرام، فهو آية الله العظمى السيد عبد الأعلى السبزواري رحمة الله عليه، هذا المرجع الذي توفي قبل سنوات قليلة ببركة هذا التوسل، وهذه نتيجة ذلك التوسل. الإنسان ينبغي عليه أن يتضرع إلى الله ويتوسل إلى الله تعالى في الشدة والرخاء.